أهلاً أحبائي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سارة في قناة مستر الآن مسز جو. إذا أول مرة أنتم بتشوفوا الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، سوف تلاقونه تحت، ولا تنسوا الضغط على الجرس لجنب زر الاشتراك، هذا سوف يمكنكم من التواصل بإشعار كل ما أنا نزلت فيديو. فيديو اليوم سوف يكون على كل ما يخص الدورة الشهرية و أشياء ونصائح لازم أنك تقومي بها في هذه الفترة هذه ديال الدورة الشهرية، تفيد حياتك كثيرا أنت كمرأة، تسهل عليك هذه الفترة لأنها فترة فعلا حساسة بالنسبة لكل النساء. لا تنسوا تحطوا لايك ولا تنسوا تسووا شير للفيديو مع أحبابكم في الفيسبوك و يعني مواقع التواصل الاجتماعي لكي أصدقائكم وأحبابكم بعد يستفيدوا معكم. كثير من الناس يعتقدون أن الماء إذا كثرتم من شرب الماء في هذه الفترة سوف يسبب لكم انتفاخ في البطن، بالعكس هذا كلها خرافات. بالعكس، كلما كثرتم من شرب الماء سوف يكون مفيد جدا لكم، أولا سوف يقلل من الآلام وكذلك سوف يقلل من انتفاخ البطن، لذا فلا تصدقوا أي شيء خرافية. نحن نعرف أننا كنساء في هذه الفترة هذه شخصيا نكون يعني مشاعرنا متراكمة نفس البركان، ويكون يعني عندنا أحاسيس ومشاعر كل شيء يعني متخربط، مشاعرنا كلها هايجة متراكمة متضاربة مع بعضها البعض. حاولوا أنكم في هذه الفترة هذه يعني بوضع قليل من الميك اب أو حتى يعني أي شيء، حطي ميك اب أو لا، تشوري شعرك أو حطي أي مشطة أو روحي سوي حتى شوبينج، اشتري أي شيء، البسي أي شيء يعني أنت بترتاحي فيه وشيء جميل، هذا فعلا سوف يساعدك على حتى نفسيتك. نصيحة أخرى أن تستعملوا زيت الخزامة وتدهنوها على الموضع يعني الآلام مثلا في البطن في الرأس منطقة الظهر، يعني خذوا القليل ودهنوها على هذه المنطقة مع التدليك قليلا، وهذا سوف يساعدكم على إريحة هذه المنطقة والتخلص من الأوجاع والاسترخاء، لذا فاستعملوا زيت الخزامة عندها كثير منافع. هذا الموقف انا صار لي شخصيا كم مره بكون يعني طالعه انا وصاحبتي لشي مكان وبتفاجئ انه عندي دوره، يعني بدور ما بلاقي ولا شيء ولا فطر وبضطر اني يعني اتحط في مواقف محرجه جدا. حل بسيط جدا، ما عليك الا اخذ اي محفظه هك بهالطريقه، يعني محفظه صغيره نفس هذه، وهذه دائما بخليها معي كاحتياط يعني في حقيبتي. بامكانكم يعني تخزين اشياءكم، خزن الحفاضات اللي انتم تستعملوها وكذلك يعني ملابس داخلية للتغيير. في بعض من النساء وانا منهم بتجين الدورة الشهرية بآلام فظيعة جدا، بضطر اني اخذ دواء شي عادي يعني دواء الآلام عشان يوقف الآلام. حاولوا انكم توقفوا من اخذ دواء يعني الآلام الدورة الشهرية، شي غلط كثير، لانه تخيلي انه كل شهر لازم تاخذين دواء معين وهذا قد يسبب لك بالتكيسات وفي بعض الحالات حتى العقم. سوف اريكي شيء بامكانك انك تقومي به اذا كان انا هذا الشيء يعني عطى معايا مفعول، اكيد انت ايضا راح يعطي معاك مفعول. فعلا انا الام الدوره الشهريه بتجيني يعني مش ممكن حتى اني اوصف لكم، يعني بيجيني بالام كبير جدا درجه انني انا برجع، شفافي بتصير زرقاء، يغمى علي بعض المرات، ولكن هاد الشاي هذا نفعني كثيرا. ما سوف تحتاجين صنع هذا الشاي قليل من الحبوب يعني الخزامه، الشكل قليل من الزنجبيل يعني قطع زنجبيل الأخضر، القليل من زهرة البابونج. الطريقة اللي بقوم بها أنا بتحضير هاد الشاي، وعندي هاد الشاي هذا يعني هاد البوت هذا اللي بيجي هيك يعني في هاد الصفاية، وبتيجي بحمالة وهنا بتوضعي الشمعة يعني من الحجم صغير، بقوم بوضع كل هاد المكونات بهالطريقة. كنقوم بسكب الماء السخن درجة عالية، بنخلط الكل، وكنخليها على جنب لمدة 10 دقائق. عندكم نفس يعني الإناء اللي عندي أنا، إذا ما عندكمش نفس الإناء نفس المكونات راح تحطوا عليها ماء وتغلوها فوق النار لمدة ديال 10 دقائق، وبعد منها تشربوا هذاك الشاي.
عندكم ألم وتحبوا أنكم تحطوا شيء سخن لا تنسوا تشوفوا الفيديو السابق، فقد تكلمت على هذا وباستعمال الأرز مع الجوارب. هاد الفترة قومي بأي حركات لا تكوني يعني كسولة، قومي بحركات أي شيء، أرقصي، سوي حركات بسيطة في البيت فقط، ليس من الضروري أن تطلعي للجيم أو برا البيت لكي تقومي بهاد الحركات، فقط في البيت خدمي مخيلاتك وقومي بأي حركة من الحركات. كثير بينسوا انه احنا كنساء في هذه الفتره هذه يعني بنفقد دم، نفقد فيتامينز، فعليك فعلا الاهتمام كثيرا بجسدك وبتغذيتك في هذه المرحله هذه. اذا في هذه الايام لازم ان تكثروا من هذه الماكولات، وهذه الماكولات هي المكسرات، حبوب، حمص، عدس، سبانخ، زبده الفول السوداني، توت البري الازرق والتوت البري الاحمر، والشوكولاته السوداء، ليس الشوكولاته بالحليب لكن الشوكولاته السوداء المره. هذا سوف يساعدك على تنظيم نسبة الأستروجين لديك والتحسين من مزاجك وتنظيم معدل السكر لديك في الدم، هكذا سوف تكونين صحية أكثر في هذه الفترة. وصلنا آخر الفيديو، أتمنى هذا الفيديو عجبكم وأن نفدتكم كثيرا. قوموا بهذه النصائح وتطبيقها فعلا سوف تساعد حياتك أنت كمرأة وسوف تكونين صحية أكثر وسوف تغيرين حياتك. أشوفكم في فيديو جديد، باي.